بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندس بلال. إن شاء الله اليوم حنكمل الكورس السادس من كورسات التريمبل كونكت. إحنا شفنا العديد من الأشياء في تريمبل كونكت في فيديوهات سابقة، ويعني تقريبا شفنا 70 أو 60% من الأشياء اللي قادر يعملها تريمبل كونكت as CD or Common Data Environment Platform. الدرس اليوم إن شاء الله أو الكورس تاع اليوم راح نتقدم شوية في المعلومات اللي موجودة فيه، وحنستكشف إيش قادر تعمل بتريمبل كونكت. إحنا كنا أوريدي شفنا 3D فيور اللي خاص ب تريمبل ديسكتوب أبليكيشن. اليوم راح نشوف 3D فيور اللي هو خاص بتريمبل كونكت ويب براوزر، وين راح نستكشف تو فيري امبورتنت فيتشرز اللي هما تسمى، واحدة فيهم تسمى الأورجنايزر والثاني البروبرتي سيت. وهذه راح تساعدنا كثير يعني بطبيعة الحال في موضوع السايت كوردينيشن، واي شيء عنده علاقة بالكولابوريشن ما بين المكتب والسايت، يعني الكواليتي كنترولر او السايت انجينير اذا كان عنده. وهذا الكورس راح نشوفه ان شاء الله في مستقبلا، اذا كان عنده الابليكيشن نازل على الفون على الموبايل يقدر تقدر تكون الكوردينيشن ان ذا كونستراكشن فيز، حتكون فيري ايزي ما بينه وما بين الناس اللي شغاله في الاوفيس. معكم مهندس بلال زي ما حكينا ان شاء الله. خلينا نروح مباشره ننتقل ل بلاتفورم اللي هو زي ما شايفين تريمبل كونكت وبراوزر. احنا شفنا كيف نعمل حساب والامور هذه، كيف ندخل مشروع جديد. المين اللي راح نتكلم اليوم على 3D فيور اللي خاص بالويب براوزر. طيب هو ك سي دي او ك بيم فيور او ك بيم بلاتفورم سوفت وير، بطبيعه الحال هو يقدر يفتح ما يسمى بالاي اف سي موديل. الاي اف سي ان شاء الله راح يكون عندنا كلام كبير عن الاي اف سي مستقبلا، وراح رح نعرف شو حيثية الـ IFC، شو استعمالاتها، شو فيها بما يخص بالـ Open Beam. يعني تعتبر الـ IFC الـ Common Language between all the Beam softwares، وهي بطبيعة الحال سهلت أو مسهلة حاليا شغل كثير، وعملية الـ Collaboration Coordination between all the departments or the disciplines. أنا حضرت تقريبا 3 اي اف سي مودلز، واحد اركيتكتورال، واحد ام اي بي، واحد ستراكشر. تكلمنا اخر مره اكيد على النيمينج كونفنشن اللي هي بيزد اون ذا ايزو 19650. تكلمنا كذلك على السويتابيليتي، كيف تدخل السويتابيليتي في تريمبل كونكت. تقدر تعدل السويتابيليتي مشان تكون الكوردينيشن بينك انت ك كاركيتكتورال، خلينا نقول تيم مانجر، وبين structural team manager very easy. على سبيل المثال نعمل بس مراجعة بسيطة. زي ما شايفين حاليا هذا حسب naming convention هو architectural model. الام 3 يدل على انه 3D model extension اكيد IFC. زي ما شايفين property properties bytes اللي جاي على اليمين، تقدر تعدل نيم بتاع المشروع خلال كليكين اون ذا سمول بن ايكون. زي ما شايفين تقدر تعدل تسميه ال 3D موديل، وتختار من بعد سويتابيليتي اللي خاصه بالموديل او بالفايل او بالدوكيمنت، لانه احنا عندنا غالبا 3 تايبس اوف دوكيمنتس. وي هاف جرافيكال داتا، وي هاف نون جرافيكال داتا، اند وي هاف دوكيمنتس. طيب اكيد during the information exchange، during حركة المعلومات، راح تكون في suitability الخاصة بالفايل. واكيد المين بيربس انها تسهل عملية الكوردينيشن. طيب الكود زي ما شايفين الكود هذا موجود في الايزو، سواء كان initial status or اذا كان suitable for information, suitable for coordination. انت تحط الكود اللي هو على حسب وضعيه او ستاتوس الخاص بالفايل. اذا كان في الوركينج بروجرس راح يكون انيشال ستاتوس، اذا كان مثلا
المواد اللي عملت له شيرنج حيكون سويتبل فور كوردينيشن او سويتبل فور انفورميشن. اذا كان الموديل اوريدي ابروفد مثلا حبيت تشير معلومه معينه تعمل له سويتبل فور انفورميشن. له ريفيو او كواليتي كنترول قبل ما يروح للبابليكيشن، قبل ما يروح للببلش تقدر تحطه سويتبل فور ريفيو اند كومنت، تحط الكود اللي هو مناسب. طيب احنا الكود تاعنا حاليا خلينا نقول انه سويتبل فور كوردينيشن وريفيجن، تقدر تكون بحكم انها ريفايز تقدر تكون بي 01 على سبيل المثال، اذا كان وركينج بروجريس تكون بي 01 بي 01، هو حاليا بي 01 لانه ريفيجن 1 ريفيجن 1، اذا كان ريفيجن 2 تخليه 2، اذا 3 3 على حسب يعني، تخليها على سبيل المثال ريفيجن 1، وتقدر تدخل ايديتد باي على حسب يعني، ممكن one of the team members edited date اللي هو تكون today، أقدر يكون revised by one of the team members and revised or revision date تكون اليوم مثلا، بعد تكون approved تقدر تدخل كامل المعلومات اللي تحتاجها أنت في إضافة إلى suitability اللي هي description and revision، تقدر تضيف أشياء أخرى اللي تساعدك عشان يكون لما تكون تعمل tracking للفايلز أو للدوكيمنتس حتسهل عليك الأمور كثير، خصوصا إذا مشيت أو استعملت الفلترز. على سبيل المثال تقدر تحط له tags اللي هو architectural على سبيل المثال، tags مهمة جدا زي ما شايفين، تحط architectural بجرد ما تعمل save يولي أو يصير هذا الفايل عفوا تعمل أوكي okay. save حيصير زي ما شايفين will be tagged يعني الفايل اوتوماتيكلي، ونشوفه انه هو اذا ما دخلش التاج اوكي تمام اوكي سيف. زي ما شايفين التاج دخل، بمجرد ما نعمل تشيك على هذه راح يصير تعرف انه هو architectural structural، وهذا راح تسهل عليك عمليه filtration اذا كان عندك على سبيل المثال مئات الفايلات. بطبيعة الحال شفناها هذه آخر مرة أكيد، وعرفنا كيف نعمل suitability وكيف ندخل كيف نبرمج أو نبرمج نعم الـ Trimble Connect حسب based on the ISO 19650 naming convention or suitability. خلينا نشوف حاليا الفيو. الفيو زي ما شايفين بمجرد ما تعمل كليك على 3D model تعمل view راح تطلع لك زي البلو سمول بلو باتن، اكيد هذول بالكامل شفناهم زي ما تكلمنا اخر مره تشيك ان تشيك اوت زي ما شايفين اد تو ريليز اتسترا اتسترا. هذه if you want to share the model with the team members or other project members، بمجرد ما تعمل كليك فيو حياخذك على 3 دي فيور زي ما شايفين. هذا الموديل يعني للامانه يعني الفكريه او لحقوق النشر هي it's modeled by one of my study team member اسمه مهندس عمر. انا اخترت هذا الموديل بصراحه لانه اول شيء مهندسنا عمر نصر الله عمل له الموديلنج بالاركيكاد، وعمل له الكلاسيفيكيشن، وعمل له الاي اف سي مابينج بطريقه احترافيه وجميله جدا، وهذا شفته انه انسب موديل لنعمل به الكورس. حاليا زي ما شايفين هذا 3 دي موديل اللي هو اركيتكتشرال موديل. انا حاليا فتحت فقط اللي هو الاركيتكتشرال موديل. كيف نفتح الثلاث 3 مودلز مع بعض؟ الامر بسيط جدا. زي ما شايفين الفولدر ستراكشر اللي شايفينه في المنطقه هذه، تقدر تشوف نفس الشيء في وين شايفين المودلز، تقدر تعمل او it can be viewed يعني in this display، يعني تقدر تشوفها في المكان هذا بمجرد ما تعمل كليك على هذا. يقول لك اول شيء selected model اللي هو هذا، وفي عندك الاوبشن الثاني everything in the project حيطلع لك كامل الفولدرز اللي موجودين، نفس الشيء زي ما شايفين هنا اوكي. يعني انت تختار وين مخزن الـ IFC models في عندك، او حتى native models، بس زي ما حكيت لكم اخر مره انه سكتشوب يفتح عادي، تيكلا يفتح عادي، بس الريفت لازم تعمل له ببلش او تعمل له ابلود تو ريفت، يعني تعبير اخر اللي هو ببلش عشان يقدر يفتح معاك في تريمبل كونكت 3 دي فيور. طيب نروح الاي اف سي موديل، بمجرد ما نعمل كليك شوفوا زي ما شايفين من رمز الفيو انا حاليا فاتح فقط الاركيتكتشر اللي هو هذا شايفينه، اذا عملت له تشيك راح يختفي، اذا عملت له كذا حيعاود يرجع من اول وجديد. اوكي 3 دوتس وش فيهم؟ فيهم فيت تو فيو
اوكي فيها على سبيل المثال شو اونلي راح نشوفها من شوي. سي ديتيلز راح نشوف ديتيلز المبدأ اللي هو created modified there is three versions من قبل يعني حيعطيك حتى small يعني تشوف الفيرجن 1 2 3 اللي حملتهم اللي هي كانت في نفس التاريخ اليوم على حسب يعني لانه حسب التسميه وكان تسميته كذا وانا بعد غيرت يعني يعطيك حتى الهيستوري تاع الفايل اذا كان في بعض التغييرات سايز الفولدر باث اللي موجود هنا يعطيك اياه يقول لك اكزيستنج الى مع سمارت اوفيس بوينت كلاود على سبيل المثال موجود في الاي اف سي مودلز اذا كنت عملت كليك على الاي اف سي مودلز يعود ياخذك مباشره على الويب براوزر. طيب يعطيك التاج ويقول لك الموديل بوزيشن اذا شايف انه هذا الموديل بوزيشن يعطيك لانك تقدر تغير عفوا بوزيشن الموديل مانيولي يعطيك سكيل يعطيك البوزيشن اكس واي اليفيشن يعطيك حتى الديستنس يو كان موف ات يعني يمكن حتى روتيت اذا حبيت تعمل له روتيشن عفوا. طيب نسكر 3 دي موديل اللي هو الاركيتكتشرال موديل. اذا حبيت نفتح باقي المودلز سواء كان ام اي بي او ستراكشر او غيره نفتح هذا بالشكل هذا راح تشوفوا كيف يتحمل معي. هو تحمل بس انتم ما شفتوش زي ما شايفين 3 دي موديل تحمل زي ما شايفين وستراكشر ما كانش موجود تحمل معي من الاسفل زي ما شايفين. اذا حبيت مثلا تشوف فقط الام اي بي موديل من غير الستراكشرال والاركيتكتشرال هنشوف اوكي هذا اتس موديلد باي انذر انجينير اتس ان ام اي بي انجينير اسمه محمد عزت. كذلك هذا الام اي بي موديل يعني كلاسيفيكيشن تاعه لطيفه جدا ما شاء الله تقول كلاسيفايد الاي اف سي مابينج نفس الشيء. وهذا راح نشوفه مع بعض يعني كيف بالاي اف سي اذا كان الموديل تاعكم هذه شغله مهمه جدا اذا كان الموديل تاعكم ويل كلاسيفايد ويل مابت يوزينج اي اف سي بعد في الكوردينيشن او ما يسمى بالكولابوريشن اند ذا موديل تشيكينج اند ذا موديل فاليديشن ات ويل بي فيري ايزي. تحتاجوا بعد حتى في الكونستراكشن وفي الفاسيلتي مانجمنت او البيلدينج اوبريشن ات ويل بي فيري ايزي خصوصا في موضوع الكونستراكشن اوبريشن اند بيلدينج انفورميشن اكستشينج اللي هو الكودينج وراح نحكي عليها ان شاء الله اذا كانت عندنا فرصه بالتفصيل ان شاء الله. طيب اذا حبيت مثلا تشوف فقط الستراكشر والموديل زي ما شايفين هذا فقط ستراكشر موديل وزي ما شايفين 3 دي مودلز يشتركوا بالكامل في وان بروجكت سيرفي بوينت تمام على هذه يعني لازم يشتركوا في نفس النقطه اللي هي هذه تمام عشان لما تحطهم مع بعض يكونوا اوفرليد ما يكونوش يعني بعد على بعضين يشتركوا في نقطة اللي هي نقطة المستوى ان شارد كوردنتس او بروجكت بيس بوينت بالاحسن انه عمليا تكون بروجكت بيس بوينت سيرفي بوينت عفوا. طيب خلينا نشوف يعني احنا استكشفنا هذا اللي هو الـ كيف نشوف الاي اف سي مودلز مثلا اذا حبيت نروح للستراكشرال موديل ونعمل له بوزيشن سيتنجز ممكن نعمل له elevation like 1000 اوكي سيف هتشوفوا باللي الموديل تحرك شويه اذا كان 10000 نعمل له سيف هتشوفوا باللي الموديل تحرك شويه وهذا ممكن تساعدك من بعد اذا كان في عندك لخبطه في الشارد كوردينتس يعني عارف انه فقط الديستنس 10 امتار تقدر تعدلها مانيولي من مكان هذا. خلينا نرجع البوزيشن الستراكشرال موديل يس اوكي رجع زي ما كان زي ما شايفين وال 3 دي مودلز متطابقين كامل على بعض تمام. الشغله الثانيه راح نشوفها اليوم انه اوكي احنا عاملين كليك على المودلز حيطلعوا لك المودلز في شغله ثانيه اللي هي اللايرز. طيب خليني فقط اسكر هذه مشان ما تتلخبط الامور فيما بعض اوكي دان. حاليا انا كنت اشوف المودلز اذا حبيت نشوف اللايرز حيعطيك سيلكشن باي لايرز على ما اظن راح يعطيك اوكي راح يعطيك كامل اللايرز الموجودين في المشروع. اذا فرضا حبيت نختار الاركيتكتشرال كيرتن وول اوكي عملت مثلا على سبيل المثال ايزوليت لاير راح يعمل لي ايزوليشن للكيرتن وول بالكامل بالكلاس يعني قلت لكم يا جماعه ضروري جدا يكون
الموديل والكلاسيفايد، لانه راح يسهل علينا بعد عمليه السلكشن، عملنا بعد حتى في السايت، السايت سوبرفيجن، يعني حشوف في نقطه معينه او في جزء معين من تريمبل كونكت، وخصوصا في 3 دي فيور انه راح يسهل لي كثير during the construction phase. راح يسهل عليك السوبرفيجن اند كواليتي كنترول، يو كان track the issues, you can create issues, you can fix the issues. يعني بالتنسيق مع المكتب، مكتب الديزاين او الموديلينج تيم. على سبيل المثال اذا حبيت تراجعه بالكامل حيرجع كامل اللايرز، اذا حبيت مثلا تختار شيء ثاني مثلا على سبيل المثال اوكي الجريدز، في عندنا شيء اسمه جريدز ايزوليت لاير، اوكي هذا من الجريدز اللي عندنا شايفين، اوكي ترجع كامل اللايرز، تقدر تختار وتشوف تعمل لهم it's like filter بس بطريقة ثانية، يعني it's like selection, it's like filter by another way, another kind of filtration. يعني stone cladding على سبيل المثال، حتشوفوا كيف stone cladding يبقى إلا هو بس، اوكي تقدر تخفيه بالكامل، تقدر تعمل تقدر تعمل ايزوليت او ترجمه من اول جديد اتسترا اتسترا. طيب الشغله الثانيه عندك لينك، انا ما عنديش ولا لينك اوبجكت، ونحكينا على نو اتاتشمنت ادد تو 3 دي اوبجكت ابير هير، زي ما حكينا اخر مره في 3 دي فيور اللي خاص بالتريمبل كونكت ديسكتوب ابلكيشن، انه اذا كنت تتعامل مع بروكيورمنت ديبارتمنت بعد ما نخلص اكيد مع الappointed parties يقدروا يبعثوا لك technical data sheet، الفاينل technical data sheet من تقدر تعمل لها attach من المكان هذا على سبيل المثال، can add other attachment، يعني حيكون هنا فايل اللي هو على سبيل المثال lifts، اوكي تدخل على lifts تعمل add attachment، وال technical data sheet it will be attached automatically to the lift، تمام، وحيكون الموديل full of information for full of technical data sheets اللي يحتاجك من بعد حتى في during the facility management or the building operation، تمام. هذه مش معناها اللينك على ما اظن انه شفناها اخر مره الاتاتشمنت اتاتشمنت. طيب عندنا شغله ثانيه اللي هو اللي هي تو دو، راح نشوف تو دو ايش تقدر تعمل بها في في الحاله هذه، يعني بس على كل حال اذا مثلا انت ك بيم كوردينيتور وحبيت تستفسر عن شغله ما على سبيل المثال، تقدر ترسل او كان مثلا ستابس هذا حبيته انت somehow يكون نفس الليفل تاع هذا، تقدر تعمل تو دو على سبيل المثال، تجي المكان هذا وتكتب اي شيء وتعمل سيف، اوكي تقدر تعمل كلاود في المكان هذا، اوكي تقدر تعمل كلاود في المكان هذا على سبيل المثال، تعمل to do you can assign task by creating to do، يعني can do it easily، شفناها آخر مرة to do تقدر تعمل بها، بس خليني نكمل شوية بعض الكمانس اللي موجودة في 3D viewer اللي موجود في تريمبل، وبعد نقول لكم شو وين تكمن قوة to do command. اوكي وعندك 2D views، 2D views شفناها آخر مرة، أنه أو نقدر نعمل مثلا عجبتني صورة هذه، نجي للمكان هذا نعمل Add View، أوكي نسميها Perspective View، أوكي Description Normal View على سبيل المثال، تقدر تشيرها مع واحد من التيم ممبر، تقدر تعمل كك تعمل سيف، مجرد ما تعمل سيف حتطلع الصورة عندك بالشكل هذا. فرضا انت بص على المبدأ بالمكان هذا، انت شايف انه المكان هذا، مجرد ما تعمل كليك هياخذك مباشرة على الفيو اللي اخذت منه البيكتشر، وين اخذت السناب السكرين شوت، تمام. عندك 3 دوتس يو كان سي ديتيلز، تشوف ديتيلز الصورة، نورمال فيو كرييتد باي شيرد وذ هوم نوثينج. فرضا اذا كان بالشكل هذا تقدر تقول with original view حيرجعك يعني view اللي اخذت منها صوره، وتقدر تعمل update على سبيل المثال view تحرك بالشكل هذا على سبيل المثال،
لا حبيت تغيرها يعني، تعمل update view. تعمل update view راح يصير بالشكل هذا، يعني it will be updated زي ما شايفين على حسب آخر position خليت فيه المبنى. You can delete from here، يعني خلينا نرجعها زي ما كانت. اوكي، ونعمل update view. بمجرد ما تعمل update view على نفس البوزيشن اللي عملت فيه سكرين شوت او سناب شوت يسموها، صح؟ سناب شوت. طيب ممتاز. الشغله الثانيه والثالثه والرابعه هو شيء رئيسي للكورس اليوم، ما حنتكلم عليه يعني اذا كفاني الوقت، يعني حنتكلم عليه نتكلم عليهم بالكامل اليوم، او نقسم الكورس لتو بارتس، لانه بصراحه مهما تكلمت مش راح يكفينا الوقت. تمام، عندنا شيء اسمه اورجنايزر، هذا اسمه اورجنايزر. تمام، والشيء ثاني اسمه property or data table، property or data table. طيب شو فائدة الorganizer، شو فائدة data table؟ خليني بس نفتح البيم كولاب زوم، نعمل مقارنة بسيطة عشان تشوفوا معي وجه المقارنة. بيم كولاب زوم it's issue management or design issue management platform. It's very powerful platform، صراحة من البلاتفورمز اللي أنا استعملها حاليا، و للأمانة يعني شيء رائع وجميل. خلينا نعمل open، نفتح دخلنا اي اي سي موديل، اي سي موديل عفوا، شوف نقدر. اوكي مش مشكلة، نفتح هذا اور هذا. تمام، بس فتحت هذا الموديل اللي هو المعماري، بس عشان اعطيكم الفرق ما بين شو المعنى بتاع اورجنايزر في انذر بلاتفورم. طيب الاورجنايزر تعتبر من التولز اللي هي تسهل علينا كثير عمليه الموديل تشيكن، عمليه شو الموديل تشيكن، يعني لانه الموديل يمر بمراحل معينه. خلينا نفتح البينت، احنا عندنا على سبيل المثال هذا during the modeling phase. اذا كان بديت انت الموديلينج the starting point of the modeling، يعني during the modeling phase ما عملتش model checking or model validation، لما يلحق للدليفري اوكي راح تكون نسبه الاخطاء او الكلاشز اللي فيها او نسبه الايشوز كبيره كثير زي ما شايفين. يعني اذا قفزت انت من الموديلنج مباشره الى الدليفري اور سويتبل فور ابروفل ريفيو اند ابروفل، راح تكون كميه الاخطاء كبيره فيه زي ما شايفين. بس اذا مشيت بسيستم اللي هو الايتيريشن اور انا سحوري نقدر نسميه الاجايل، يعني باي سبرنتس، قادر يكون الموديل تاعك باي سيكونس تعمل له تشيكينج. راح يبدا الموديل اول ما تعمل له تشيكينج او اول ما تبدا الموديلنج راح تكون نسبه الخطا بالشكل هذا على سبيل المثال. بعد تعمل لحالك مثلا زي المايل ستون وين تعمل انذر تشيكينج للموديل مثلا بعد 15 يوم، حتشوف باللي افتر تشيكينج راح تخف كميه او تنقص كميه الاخطاء الموجوده. تمام، زي تمشي شوي زي تعمل زي البريودك يعني تشيكينج، يعني تشيكينج بروسيس كواليتي كنترول بروسيس، تشوف باللي بمجرد ما توصل لمرحله الدليفري حتشوف باللي الموديل ما نقولش يعني 100% يعني فري اوف ميستيكس، بس يكون على الاقل الميستيكس اللي فيه سهله للناس اللي حتستلم الموديل وتكمل عليك، سهل انها تصلح الموديل. تمام، في مرات الاحيان في بعض الاحيان اذا مشيت صح في البروسيس هذا ممكن الموديل يوصل 100% كلين. واضح؟ وهذا شو هو الهدف من التو الاوبشنز هذا اللي هو الاورجنايزر اند الداتا تيبل، والهدف من الاورجنايزر اللي هو يسمى في بيم كولاب زوم يسمى بي سمارت فيوز. على فكره ان شاء الله راح تكون عندنا تقريبا اذا حصلنا الفرصه راح تكون عندنا كورسات خاصه بالبيم كولاب، لانه في تو تايبس، عندنا البيم كولاب زوم اللي هو بيم كولاب زوم، وعندنا البيم كولاب اللي هو الكلاود
بلاتفورم اتس فور كوردينيشن فور بي سي اف اتس فور ايشيو مانجمنت، يعني راح تستفاد كثير من منهم، راح يساعدون كثير during the model checking and the model validation. طيب الاورجنايزر شو معناها الاورجنايزر؟ الاورجنايزر انك تمسك اللايرز هذو، تمسكهم يعني one by one، وتعمل لنفسك يعني ك ك كبروجكت مانجر او كونستراكشن مانجر، وانت شغال في الموقع او حتى شغال في المكتب، تعمل نفسك schedule or quality control checking or work progress plan على حسب او باستعمال الاورجنايزر. هذا شيء اللي تقدر تستعمل به الاورجنايزر، من الاشياء اللي تقدر تستعمل بها الاورجنايزر. طيب اذا حبيت مثلا نعمل سمارت سيلكشن لل للمبنى مثلا، انا حبيت فقط نعمل سيلكشن للستون، نعمل سيلكشن للستون كاورجنايزر، ونشوف بعد ما نعمل سيلكشن للاورجنايزر سيلكشن للستون وش قادر نعمل به يعني بالسيلكشن هذا. طيب كيف نعمل سيلكشن للستون؟ الامر بسيط جدا، تعمل كليك هنا تطلع لك شيء اسمه، بمجرد ما تعمل كليك تطلع لك سمول باليت زي ما شايفين change visibility، عندك you can show only selected object، يعني حيطلع لك بس قطعة الحجر هذه. اوكي هذه اذا ما حكيناش على، خلينا نحكي لها الحين. مش لما نشوف الاورجنايزر وداتا تيبل تكون عندنا صاله يكون ريسيت موديل بالطريقه هذه. بمجرد ما تعمل كليك كنا change visibility، هي عندك show all hidden objects، عندك isolate layers، عندك and isolate all layers، عندك show only selected، you can hide selection، تعمل hide selection هذه. تمام تقدر تعمل ما يسمى ب نعمل reset model من اول جديد، تقدر تعمل كليك هذه تشوف مثلا you can تعمل لها color or transparency، تقدر تعمل لها fit to view، زوم تو سيلكشن حاب تقرب عليها مثلا، تعمل حتى تعمل لها اد اتاتشمنت زي ما حكينا اخر مره في الاتاتشمنت اللي موجودين هنا. اوكي وعندك الانفورميشن اباوت ذيس بارت اوف ذا بيلدينج زي ما شايفين، في شغله اسمها كوبي، في شغله اسمها اي اف سي زي ما شايفين، اي اف سي كلاسيفيكيشن ريفرنس، اي اف سي كلاسيفيكيشن انذر ريفرنس، راح اشوفها بالتفصيل. طيب حبيت نعمل اورجنايزر خاص او سمارت سيلكشن خاصه ب خاصة ب ستون، وين نروح؟ نروح ل change visibility ونعمل isolate layers. بمجرد ما تعمل isolate layers راح يطلع لي هذا الستون. إذا حبيت نعمل له مثلا organizer، نعمل له إيش معناها organizer؟ يعني إذا حبيت نعمل selection فقط للستون، لأنه مرات في layers ما يطلع لكش يعني. أوكي بالرغم أنه إذا كان والك يعني well classified and well mapped يعني تقدر تطلع كل سهولة، بس نشوفكم ايش معناها الاورجنايزر اللي موجود في Trimble Connect. وش نعمل؟ نجي المكان هذا نقدر نسمي جيل بلس زي ما شايفين. اوكي خلينا نعمل delete group، delete group. اوكي نجي هنا نعمل group، سمي هذا الجروب سميها على سبيل المثال سميها على سبيل المثال external، اي اسمي external works. external works وش تعمل؟ في عندك سهم يقول لك add sub group، بمجرد ما تعمل add sub group تقدر تسميه بشكل هذا، اعطيه اسم سميه stone cladding. اوكي بمجرد ما تعمل stone cladding خليه، انا حنعمل selection stone كلادينج بالكامل. اجي للسلكشن هذه تختارها، بمجرد ما تختار الستون كلادينج بالكامل في عندك بلس، في عندك ماينس، في عندك ديليت، في عندك اد سب جروب، لانه قدر يكون عندك ستون كلادينج اصفر، ستون كلادينج اخضر، تفرق ما بين الاخضر والاصفر. اتس لايك فلتريشن، فيجوال فلتريشن، اتس لايك سمارت فيوز زي ما موجوده في بيم كولاب. شو تعمل؟ تعمل كليك، بمجرد ما تعمل كليك على البلس، دقيقه بس نعمل جديد. اوكي زي ما شايفين بمجرد ما عملت كلاس عندي 4078 اوبجكت، نعمل
اوكي نعمل سيلكشن برا ريسيت موديل. انا حاليا مش حاب نعمل، حاب نشتغل بالاورجنايزر. مش نعمل، حبيت نختار فقط ستون كلادين. جيت تعمل كليك لهذا يطلع لك فقط ستون كلادين، وتقدر تشوف الانفورميشن الخاصه بستون كلادين. هذه الانفورميشن عندها علاقه بشيء في الكونستراكشن او the work progress in the site. يعني وانت شغال في المكتب على سبيل المثال، عندك مقاول الستون كلادينج شغال، يعني مقاول الحجر شغال. مقاول الحجر يهمك فيه مثلا 3 properties 4 5 مثلا، نوعية الحجر، starting date على سبيل المثال، rejected approved، الكواليتي تاع شغل good not good، يعني سيئة مش عارف. تحط ملاحظات خاصة بأعمال الحجر، مشان هذا الريبورت يترسل مباشرة أو يتشير مباشرة مع الأونر أو مع ديزايننج تيم أو مع بروجكت مانجر. تمام، راح أشوف كيف نعمل هذه الأد كاستم بروبرتيز. طيب هذا الأورجنايزر اللي شفناه مع بعض. حبيت مثلا نعمل أورجنايزر للستون كلادينج، نعمل ايزوليت لايرز زي ما شايفين، نفس الشيء. جينا هنا للسلكشن، اوكي نختار external works يعني هذا بالكامل صح، ونجي external works نسميها هذه اوكي، نسميها مثلا glass، نسميها glass اوكي. ونجي للكلاس على سبيل المثال، اعمل selection اول شيء اوكي، ونجي للبلاس نعمل لينك اوبجكتس، ننتظر عليها شوية تعطيني 6740 اوبجكت. يعني حاليا انا اذا عملت ريسيت موديل اوكي، نحب نختار ستون كلادين يعطيني، نحب نختار الجلاس يعطيني. بس الاورجنايزر، الفرق بين اورجنايزر واللاير، تقدر تقول لي مثلا شو الفرق بين الاورجنايزر واللاير؟ يعني اللاير يقدر يكون موجود اوريدي. تمام، خلينا نقول على سبيل المثال هايت فلوتنج، تقول لي شو الفرق ما بين اللاير؟ لانه نقدر نطلع اللايرز. المشكله انه اللايرز لما تعمل لهم سيلكشن، تعمل لهم ايزوليت على سبيل المثال، ما يعطيكش الانفورميشن اللي خاصه باللاير. بس الاورجنايزر اتس لينكد وذ اوبن بروبرتيز بانل، اللي هي البروبرتيز اللي نحتاجها نحن في شغل السايت او حتى في شغل الديزاين اذا حبيتوا. يعني قادر تعمل مثلا سبلاير او الابوينتد بارتي اللي مسؤول على الموضوع هذا، يعني تقدر تكون بينك وبينه فقط كوردينيشن يعني خاصه بموضوع الجلاس. خلينا ننتقل الى شيء ثاني اللي هو وش نقدر نعمل بالاورجنايزر. الاورجنايزر على سبيل المثال انت شغال مع جماعه ستون كلادين، خلينا نختار جماعه ستون كلادين. احنا شايفين انه اتس ايزوليتد، يعني لازم نعمل ايزوليت اول لاينز. بعد جينا تعال نشوف ستون كلادين، تجي ايزوليت لايرز اوكي، تطلع لك ستون كلادين. طيب ستون كلادين حاب ندخله انا بروبرتيز، وين نروح؟ نروح اد كاستم بروبرتيز. اذا عملت كليك ما عندي حتى بروبرتي، يعني لازم نعمل مانج بروبرتي سيت لايبرز. كيف نطلع هذا؟ بسيطة جدا. وين نروح؟ احنا قلنا انه اخر مرة اذا حبينا نعمل النيمين كونفنشن اور سويتابيليتي عندنا تو تايبس، اور نعملها من مكان واحد فقط، انك تروح الكاونت ادمنستريشن وتختار الكاونت اللي خاص بيك، وتجي لمكان اسمه بروبرتي sets. اول واحده اللي هي الفايل اتريبيوتس اللي هي تابعه للميتا داتا تمبلت لايبرري اللي كنت تقدر تعملها وتعملها كذا فيرجن. تمام، والشغله الثانيه اللي هي بروبرتي سيت لايبرري. بروبرتي سيت لايبرري ايش معناها؟ راح نقول لكم ايش معناها. تعمل نيو بروبرتي سيت لايبرري، تعمل بلس في المكان هذا. فرضا نسميها على سبيل المثال كواليتي كنترول، مثال مجرد مثال بس، كواليتي كنترول ليست، مثال تست اوكي. طيب
هتكون عندك كواليتي كنترول ليست. مش معناها الكواليتي كنترول ليست الايتمز دي موجوده عندك في الموديل اللي هو الموديل اوريدي شغال في الموقع, يعني during the execution phase or the construction phase. تعمل add the property. property الاول حيكون عندك زي ما تقول سواء كان text, مثلا text مش راح يكون allow multiple entries على سبيل المثال, ممكن عنوان اوكي خليه text او text مهمنيش حاليا خليه مثلا drop down choice. choice الاول اللي هو good ولا very good اللي هو عنده علاقة بالكواليتي اوكي add value تسميه عندك very good, تقدر remove تخليه مثلا سبيل مثال bad. شوفنا انا هل تخلى معك ولا لا bad, سميها هنا normal اوكي. طيب دخلت معك اللي هي properties its value it's very bad very good bad normal default it's very good. تحب تضيف مثلا property ثاني اللي هي text, لا نخليه مثلا نخليه allow multiple entries, نعمل add property ثاني نسميه مثلا date, add value مثلا لا خليه مثلا okay. delete then add property خليه على سبيل المثال not text خليه date اوكي okay. add property ممكن تخلي الويب سايت اللي خاص ب السبلاير اوكي okay. تقدر تحط هنا اللي هي مثلا true false true false including unknown على سبيل المثال, تعمل save تعمل save. احتفظوا هذه المعطيات اللي دخلتها بعد من بعد ما نروح لل خلينا نقول للموديل تاعي ونشوفها مع بعض. طيب انا دخلت properties it's entitled properties, اول واحد اللي هو هذا لازم يكون عنده اسم سميه هنا quality اوكي. نجي لهذا وش نسميه name or supplier name, سامحوني شباب supplier name supplier بشكل هذا. طيب جيل هذا على سبيل المثال its date تقدر تسميه starting date اوكي. تقدر جيل هذا تسميه supplier website صح اوكي, وقدر تكون هذه true false تقدر تقول مثلا true or false مثلا accepted, لا مش عارف اي شيء is it good true is it okay as per as per the specs على سبيل المثال is it true or false سؤال yes مثل group نعم تمام خلصنا ونعمل save. خلينا نعمل سيف نشوف يقول لك the library has been published successfully. طيب خلينا نعمل هايد للفلوتنج كنترول ونروح لل 3D model او الاورجنايزر او الستون كلادينج سبلاير تمام. جينا نعمل ريفرش نعمل ريفرش حيرجع لك من الاول يعني تمام يعني تروح عند الاورجنايزر اوكي طلعت الاكسترنال وركس تقدر تعملها اكسترنال وركس انترنال وركس ام اي بي تقدر يعني تقسمها بكل سهوله يعني. تجي المكان هذا تختار ستون كلادينج تجي هنا تعمل له ايزوليت لايرز اوكي تجي تعمل انفورميشن اوكي وتجي هنا تعمل اد بروبرتيز It's not published. It's not published. خلينا نشوف شو المشكلة يعني. It's not published. ليش؟ Okay. Okay. نعمل. اوكي نعمل properties معناش properties set
صراحة ممكن أنا طلعت من دون ما أعمل سيف للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد. أوكي للأسف الشديد ما عملتش سيف. أوكي المفروض نعمل له publish اللي هو quality control. اوكي اعمل property set جديد، property set جديد جديد جديد. اوكي نسمي هذا سريع بس supplier name. اوكي text نخليه، جينا احنا نغير التكست نسميه drop down choice، drop down choice نسميه quality quality grades. اوكي نسميها مثلا very good. يعني الشباب الإعادة بفادة صح؟ good bad very bad. نجي اوكي مش نسميها مثلا، خليها ديت. نجي ديت نسميها مثلا starting date. اوكي starting عفوا. نزيد شغلة ثانية اللي هي مش add property نسميها tab text. لا خلي اوكي استخدم ديت خليكي المشين ديت. اوكي نجيب التكست هذا ونسميه مثلا خلي سبلاير ويب سايت، سبلاير ويب سايت. اوكي بابلش 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 بابلش. تشوف من بعد يقول لي اتس نوت بابلش. تمام عندي بروبرتيز نسميها هذه اللي هي supplier supplier info or اي شيء اي شيء. publish 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 publish. اوكي سكر هذه جيل هذا بروبرتي سيت. اوكي جيل هذا مسكر مرة. تمام طيب سكر هذا. نجي لل 3 دي موديل تاعي شوف هل تطلع معايا او لا. 5 سي مودلز حاليو اورجنايزر. على فكرة شباب يبقى يعني الان اتس باي ديفولت ويل بي سيفد، يعني مش راح يروح للاورجنايزر، يعني راح يكون معك الا اذا عملت انت ديلي. طيب نجي للاورجنايزر external works، نجي للستون كلادين ازليت ستون كلادين صح ستون كلادين، نجي للانفو. يلا سيدي متخجلناش. بعدين جينا هنا اد بروبرتيز، الحمد لله طلعت كواليتي كنترول. بمجرد ما تعمل كليك كذا سبلاير نيم. اوكي زي ما شايفين سبلاير نيم دان. اوكي اخترنا الكواليتي كنترول. خلينا نشوف اد بروبرتيز. يس اد بروبرتيز دان دان يا سيدي. طيب راح يدخل البروبرتي اللي احنا عملناها في البروبرتيز اللي اوريدي اكزيستنج لما صدرت انت الموديل اي اف سي. راح اشوف ياخذ له شويه وقت. وين سبلاير انفو ورك زي ما شايفين انا عملت سلكشن ستون كلادين. تمام انا عندي ايتم اسمه ستون كلادين. اوكي قاعدة في السايت في المكتب whatever على حسب الورك فلو اللي خاص بك او حسب البوزيشن اللي خاص بك. وش تعمل؟ تعمل دروب داون، تعمل موديفاي سبلاير نيم ناترال ستون اسمه كومباني كواليتي جريدز جود يا سيدي ستارتنج ديت اليوم سبلاير ويب سايت تحط اي سبلاير فينيشينج ديت مثلا سيف.
لأنه هذه المعلومات مش موجودة باي ديفولت في الموديل. أنت لما تكون في السايت دخلها، صح ولا لا؟ تعمل سيفنج. بمجرد ما تختار الستون كلادينج أو الجلاس أو ستون، عفوا ستون كلادينج، تروح سبلاير انفو، تشوف انه سبلاير نيم شو اسمه، الكواليتي كنترول جود، تشوف الستارتنج ديت، تصير تتبع المشروع، يعني the work progress at the site by using the IFC model. تمام. تقدر على سبيل المثال تشوف شغلة مثلا معينة في ديزاين ستون، لأنه غالبا إذا حبيتوا تمشوا في بعض الـ workflows يكون IPD integrated project delivery، وين الـ stone people يكونوا involved from the beginning، يعني قادر هو تعطيه مثلا القالب بتاع الـ 3D model، هو يعمل conception اللي خاص به كـ stone، يبعث لك هو الـ IFC وانت تشيك قبل ما تعمل له وتعطيه الـ approval مشان يبدأ التصنيع والتقطيع والأمور هذه. أوكي. During the design phase or during خلينا نقول quality control or during the model checking، قادر تشوف شغلة مثلا اللي هي مش عارف انا ما عجبتك على سبيل المثال، الامر بسيط جدا، جينا هنا وتعمل له عفوا اوكي اعمل هايد ليت جين هذه كبر كذا اوكي وجير وين جيل تدو سمي مثلا corner joint description، تكتب corner not smooth، يعني نكتب بس يا شباب قدر تكون ملاحظة غير، يعني smooth update اليوم property critical undefined its remark safe. هذه during the design phase. تمام؟ قدر تعملها عادي، أو حتى في التنفيذ هذه حشوفها من بعد، يعني في التنفيذ تقدر تستعمل الفون، تصور الكورنر هذا بعد التنفيذ، تصوره تأخذ لك صورة، وحشوفها إن شاء الله، لأنه آخر مرة الفون ما حبش يشبك لي مع الموبايل، ما حبش يعني يشبك لي مع اللابتوب حتى نصلح المشكل. تقدر تصدر او تشوف الايشيو، تعمل الايشيو كان كييت ايشيو باي فون. تمام. وتعمل التو دو، وتقدر تربط الملاحظه هذه مع الملاحظه اللي موجوده في الفون ات ذا سايت، يعني كان دو ذا بروجريس باي يوزنج ذا فون. تريمبل قوي جدا يعني في حكايه السايت بروجريس، في حكايه الكواليتي كنترول اند سايت كوردينيشن. زي ما شفنا، يعني شفنا الاوتر ستون كلادينج الاول الجديد ريسيت موديل. إذا حبيت مثلا تروح للكورنر هذا تعمل له كليك، حياخذك مباشرة للإيشيو. زي ما حكيت لكم آخر مرة، إذا شايفين إنه الـ 3D موديل مش شغال معكم زي ما شايفين، يعني مش عارف حتى وين راح، أوكي، تقدر بكل بساطة تروح وتعمل الهيستوري، وتجي لحال شغلة اسمها كلير، اسمها كلير براوزر كاش، فايل كاش، تعمل له كلير. مجرد ما تعمل له كلير راح يتصلح لك يعني المشكلة، لأنه تريمبل كونكت فيه الابديتس كثير، يعني ممكن يعطلك بعض الأشياء، بعض الأشياء اللي أنت شغال عليها. زي ما شايفين بعد ما عملت كلير للكاش رجع الموديل زي ما هو، يعني لما يصير عندكم مشكل او الموديل يختفي فجأة او شايفين انه الاورجنايزر مش شغال عادي، روحوا بس اعملوا كلير كاش فايلز والامور راح تكون تمام ان شاء الله. نرجع الاورجنايزر، نختار الاكسترنال وركس اللي هو الجلاس على سبيل المثال، نعمل ايزوليت لايرز ونسحب هذه، عفوا نختار الستون كلادينج، نعمل ايزوليت لايرز نسحب هذه شوي، زي ما قلنا نسكر التودو، نعمل جيل بروبرتيز انفو، وحنشوف باللي سبلاير انفو ورك نضاف عنها زي ما حكينا. وتقدر تضيف اي شيء، يعني تقدر تضيف اي معلومات او اي
البروبرتي اللي شايفها راح تساعدك في شغلك سواء في الديزاين فيز او حتى في الكونستراكشن فيز. هذه هي فائده الاورجنايزر. نشوف بس على السريع الاورجنايزر او سمارت فيوز في البيم كولر، ونكمل المره الجايه ان شاء الله الداتا تيبل اند الكلاش سيتس اللي موجود في تريمبل كونكت. اذا مشينا للبيم كولاب زوم الامر بسيط جدا. عشان تعمل سمارت فيوز في البيم كولاب الامر جميل جدا بصراحه، لانك ليش سماها سمارت فيوز؟ فرضا during the quality control of the model، يعني مرات تعمل classification الأبواب أو properties الأبواب، مثلا عندك أبواب fire rating 2 hours، في أبواب 4 hours، في أبواب بنص ساعة، في ساعة، أنت لازم تشيك الأمور هذه. أنت مثلا اليوم عندك task أنك تشيك الأبواب هل كامل الأبواب fire rated as per the schedule أو as per يعني الخطة أو على حسب السبلاير وش عنده أو حسب specification. مرات لما تعمل سمارت فيوز او الاورجنايزر تطلع لك كامل الابواب على سبيل المثال ريد كولر، معناها المودلر بالخطا حط البروبرتيز بالكامل 2 اورز. على سبيل المثال اذا حبيت نشوف مثلا السمارت فيوز، خلينا نشوف مثلا السمارت فيوز وين راح سمارت فيوز، موجود عندنا هنا عندك نافيجيشن سمارت فيوز كلاشز ليستس اند ايشوز. روح لسمارت فيوز، تجينا هنا شغله اسمها لوكال، تعمل كليك تسمي Add Smart Views، تسميها مثلا Quality Control، هذا يعمل لك Smart Views فقط، تمام؟ Smart Views بس ما يدخلكش الـ Properties زي ما يعمل Trimble Connect. الـ Properties تستعملها في Lists من بعد Lists عفوا، وراح أشوفها مع بعض. وهنا Quality Control تعمل Right Click، Right Click وتجيك شيء اسمها Add Smart View. أنا حاليا حاب نعمل Selection، خلينا نقول للستون. الستون بعد ما تعمل اخترت الستون، وين كيف طلع الستون كيف تعمل له خلينا نقول كالر خاص بها على سبيل المثال، تعمل له سمارت سيلكشن يعني سمارت فيو. سمي مثلا هنا الاكسترنال وركس، تمام؟ وجي اني اليمنت تختار الستون وين يصنف، يصنف تحت كلادينج كيرتن وول كفرينج، صح ولا لا؟ يصنف تحت الكفرينج. البروبرتي شو؟ احنا عمل له كلاسيفيكيشن باي اي اف سي اليمنت، يعني مهم جدا انه يكون الموديل كلاسيفايد، لانه من بعد راح تسهل عليك عمليه السيلكشن. تقدر تعمل له باي نيم اذا حبيت، يعني تدخل النيم اللي موجود في الموديل، بس اسلك انك تعمل اي اف سي اليمنت وتعطيه كولر اللي هو ريد. بمجرد ما تعطيه الكولر اللي هو ريد وتجي السمول بلاي زي ما شايفين ما عطانيش اللي هو سيلكت اوبريشن سيلكت اوبريشن اتس ديفايند، عفوا انا اللي غلطان، المفروض تكون اتس ديفايند. يعني الكفرنج البروبرتي تاعه هي اي اف سي اليمنت، حنعمل له سيلكشن باي اي اف سي اليمنت اند از ديفايند باي ذا كولر ويتش از ريد. نعمل بلاي حتشوفوا كامل الاي اف سي كفرنج اللي موجود في الموديل. طيب انا حاب نفصل الاي اف سي كفرنج اللي هو الستون على السيراميك اللي زي ما شايفين هنا، هذا يعتبر سيراميك او سلاب كفرنج. نجي هنا ونشوف اسم هذا شو اسمه؟ تايب نيم بعدين ستون كلادينج. خلينا نجرب ترى هل نقدر نفصل الستون على السيراميك او لا. نجي لهنا ونعمل ايديت، نعمل بلس انذر كفرينج اتس كفرينج، يعني لازم يبقوا الاثنين كفرينج اكيد. وجينا هنا تكتب باي نيم اوبريتر از ستون كلادينج. set color صار يعني set the color but خليني نقول اوكي ما طلعتش معي. خليني اجرب contains اوكي not working. خلينا نجرب is undefined or is defined، نجرب is defined ليش لا. اوكي تبقى نفس الشيء covering by name، خلينا نقول covering by name another covering by name and classification على ما أظن تمت سماها بالكامل. خلينا نقول وين الكفرين name is okay none it's by name one of cladding color
مثلا ازرق اعمل اوكي شوفها يطلع معنا او لا نفس الشيء. ايه الكلاسيفيكيشن تاع الموديل، الكلاسيفيكيشن تاع الموديل هي كامله كافرين طرش يعطيني حتى الفصل ما بينه وبين does not contain على سبيل المثال كلادين، جربها بالكامل is not strong كلادين نفس الشيء means that the classification is not يعني ما مش يعني separate زي ما شايفين كامل the properties يعني نفس الشيء one of stone cladding نفس الشيء is defined نفس الشيء أو ممكن نغير لها مثلا name مثلا نشوف name ال properties اللي موجودة هنا نعمل save نعمل كليك لها اوكي ونشوف مثلا نعطيها اسم ثاني type name شوف type name على سبيل المثال هذه تخليك يعني تشيك على الـ IFC model عشان تقدر تطلع الـ issues وترجع للـ modeling team تقول لهم باللي classification خاصة بـ stone نفس classification الخاصة بالـ wall covering اللي هو السيراميك على سبيل المثال حاولوا تفصلوا باش تجيني أنا بعد سهلة في حساب الكميات على سبيل المثال. طيب type name احنا قلنا type name is defined is cladding اوكي نفس الشيء زي ما شايفين يعني it's covering قادرة تكون قادرة تكون ramp roof slab stair wall window ما في شيء ثاني يعني other nothing قادرة تكون مثلا container أو not container مشهور يعني قادرة تكون slab لا مش مستحيل أنا تحت مسمى اللي هو covering في الحالة هذه وش تعمل أنت تجي المكان هذا أوكي وتروح الـ issue وتكريت new issue وتسميه تعطيه تقول له work on the IFCs ولا property الخاصة بالـ covering type يعاود هو ياخذ الـ issue يعاود يصلح الموضوع اللي عنده تعاود يحمل موديل من اول جديد باي اف سي جديد بريفيجن جديد تعاود تفتح بمجرد ما تشوف يعني everything is okay تعطيه الابروفل وتقدر تكون انت اخذت خطوه كبيره شامله في موضوع الموديل checking before the validation. بسم الله السلام عليكم. السلام طلع كم المهندس احنا شايفين كم ال... والله مش عارف صراحة شو اللي صار انا مشير سكرين الحين نعم شايفين الديسكتوب عجيب لانه طلع لي انه signed out نعم صحيح هذا الحساب اللي انا كنت فايت منه والله انا فكرت حالي اتكلم في الفاضي في الصباح لا معك طيب نظن خلاص يعني باشمهندس احنا تكلمنا اليوم على الاورجنايزر تمام اذا عندكم اي اسئله الحين مرحبا يعني لانه المره الجايه ان شاء الله راح نتكلم على الداتا تيبل اند البروبرتيز وراح تفيدنا هذه كثير في موضوع الكلاسيفيكيشن للموديل باستعمال تريمبل كونكت اذا في اي سؤال انا حاضر تأمروني امر بس مانيش شايف يعني الاسئله او انت شايفني مش صح؟ شايفني صح؟ نعم صحيح ايه. اذا في اي سؤال في الشات انا ممكن اقرا لك اياه نعم تفضل ايه. انا جاهز نعم انا في سؤال بالنسبه يعني هسه الموديل الاي اف سي احسن ما ندخله ار في تي ريفيت على الـ على الـ على الكلاود احسن التعامل معه افضل صحيح؟ نعم اخف 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 يعني نعم الاي اف سي اخف انتم شايفيني صح شايفني مش مهندس شايفني صح ديسكتوب نعم في كتاب مش عارف اذا الشباب شايفينه وكذا هذا الكتاب اسمه The Beam Manager it's a practical guide for beam project management
هذا الكتاب جميل جدا على فكرة، سعره تقريبا 50 60 دولار، تطلبوه على الزوم، يعطوكم معاه زي الكوبون، كوبون انكم تقدروا تحملوا حتى الالكترونيك فيرجن زي ما شايفين. اوكي، هذا الكتاب بصراحة كتاب رائع، فيه الكثير من الكيس ستاديز، وراح يحكي لكم بالتفصيل على موضوع الاي اف سي، بدليل انه من بيلدينج سمارت جيرماني. شايفين بيلدينج سمارت جيرماني، انا انصحكم تشتروا هذا الكتاب لانكم حتستفيدوا منه كثير، فيه طرق رائعة جدا لموضوع شو اسمه البيم امبلمنتيشن، سواء كنت كونسلتنت، سواء كنت كونتراكتور، سواء كنت اونر. راح يعلمك كيف تعمل الاي اف سي كلاسيفيكيشن، راح يعلمك شو الفرق ما بين ان اي اف سي موديل او نيتيف موديل، سواء كان ريفيت، اركيكات، تيكلا اتسترا. فيه واحد سكيماز يعني جميله جدا لتشرح لك موضوع البيم امبلمنتيشن والانفورميشن اكستشينج زي ما شايفين. انا انصحكم تشتروا هذا الكتاب اذا حصلتوا فرصه. تمام شو مهندس؟ مهندس عمر تمام؟ في سؤال ثاني؟ جزاك الله خير باش مهندس. وجزاك يا اخوي العزيز، وان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي، ان شاء الله تكونوا في ممكن حد اسم بيسأل، الكتاب، في حد بس اسم الكتاب. نعم ممكن اسم الكتاب ثاني. اوكي دقيقة بس حكتب لك اياه، ممكن تكتبه بالشات مهندس؟ شوف حرسلكم اياه على الشات الحين صورته يعني. انا مصر عليكم انكم تشتروا الكتاب. شوفوا معي الصورة في الشات بس، الصورة اللي عندكم وصلت على الشات، الصورة صورة الكتاب مفروض وصلت عندكم. وصلت مهندس. نعم 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 اشتروا الكتاب، هذا مهم جدا بصراحة. نعم، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. نفس الميعاد إن شاء الله، يعني ممكن الأسبوع الجاي هي آخر محاضرة. تمام، نتكلم بس على موضوع الكلاش ديتكشن والديتا تيبل، ونحكي عن موضوع الكلاود، بوينت كلاود اللي موجود في تريمبل وخلاص يعني. هل في ناس دخلت على الرابط اللي بعتهم شان الشهادات أو لا؟ شيرتوا الرابط بتاع المحاضرات مشان الناس تحضر تاخذ الشهادات او لا؟ شيرناه احنا من المره اللي فاتت. نعم صحيح. نعم راح تقريبا نبعثه في نهايه ياريت. الكورس. يس يا ريت، لانه في 5 اسئله على فكره، التست اسئله بسيطه جدا يعني، ما فيها ولا تعقيد يعني، وراح تستفيدوا ان شاء الله من الموضوع يعني. راح تمام ان شاء الله نهايه الكورس افضل يعني ممكن يكون. نعم، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفك في كورسات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله في برنامج يعني إن شاء الله، وكثف للأسف الوقت شوية يعني حاصرنا، بس في إن شاء الله كورسات خاصة بيم كولاب، كورسات خاصة ب بريكس أبليكيشن، في كورسات خاصة بتطبيق ممكن سامعين فيه اللي هو اسمه ديروفيوس، تطبيق رائع بصراحة يعني داتا مانجمنت. لأنه بصراحة أنا تركيزي أكثر مش على البرامج اللي هي تخص المودلينج، المودلينج سهل يعني، مثلا إذا حاب تتعلم ريفيت خير الله موجودة الكورسات في اليوتيوب، صح ولا لا؟ بس البيم على حسب ماي فيجن يعني، البيم هو الداتا مانجمنت وبروسيس أكثر منه يعني، جزء بسيط فقط من إنه يكون مودلينج فقط، عرفت ولا لا؟ لأنه إذا عرفت كيف تتحكم في الانفورميشن اكستشينج، وكيف تعرف تتحكم يكون الموديل تاعك معباي بالمعلومات اللازمة فقط مش الزايدة يعني، سواء كان في ال او دي او اللي هي ليفل اوف انفورميشن نيد، انا اقول لك يعني نقدر نوصل ليفلز بعيدة كثير في موضوع البيلدينج انفورميشن موديلينج. تمام ان شاء الله، الله يوفقنا وإياكم يعني ان شاء الله، نوصل الأشياء هذه مع بعض إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله، حياكم الله وجزاك، أشوفكم على جزاك خير الله إن شاء خير. الله. شكرا، حياكم السلام الله. عليكم.
سلام طلال. سلام عليكم. سلام طلال.